طيب اطلعنا متفقين على انكم عم بتحاربوا معنا داعش، خلينا من داعش. شو مشان جبهة النصرة، القاعدة، جيش الفتح، عفوا جيش القبح؟ ومين قال لك انه ماني ضدهم مثل ما انت ضدهم؟ ومين قال لك انه ماني ضدهم مثل ما حضرتك ضدهم؟ حيرتي سماي، ليش مو هدول بتوع الثورة؟ مو هدول اللي انجبتهم الكتائب المقاتلة؟ روحي افتري باغلبية المناطق المحررة، اذا ما كان داعش بتكون النصرة. ومفكرة انه النصرة اقل خطورة من داعش؟ مو عارفة انه صاروا مواطنين مقصلين، وكل الاخطاء اللي ارتكبها داعش القاعدة بتحاول تتفاداها. لا لا، ابعد من هيك، داخل بصراعات مع داعش بمحاولة لايهام السوريين انها وطنية ومناسبة لهم اكتر من داعش كمان. تمام، وكمان هدول ما بيمثلوا ثورتنا، النصرة هي صنيعة النظام، النظام يلي أفرج عن الجهادين الموجودين بصيدنايا واستبدلهم بالثوار الحقيقيين. لكن مين بيمثل ثورتكم يا ست الحسن؟ ممكن يكون بمرحلة بمراحل اتشكل للقاعدة رصيد شعبي بسبب الكره للنظام وطائفيته وإجرامه، بس الوقائع قلبت الموازين. محاولة إفهام الشعب السوري إنه جلد القاعدة بيتماهى مع المطالب الشعبية للثورة انكشفت، ومحاولة إخفاء القاعدة تحت أسماء وأقنعة سورية ادعت إنه بتمثل أجندة وطنية سورية انفضحت، وما عاد تنطلي هالحركات على الثوار يا سيادة المحقق.